إحدى الأمراض النادرة التي سببها نقص أنزيمات خاصة تؤثر على عمل وظيفة الخلية داخل الجسم، بدورها تتجمع السموم ويتكون مرض MBS لدى الأطفال وحاجتهم الماسة للرعاية المستمرة وشكوى ذويهم من جراء تكاليف حصولهم على رعاية صحية لأطفالهم. الله يما احنا اول ما نجي نسوي فايل ب 5000، زين احنا ما عدنا، احنا لو عدنا طلعنا جهالنا ويعني بالخارج وعالجناهم الجرعه، يلا ويلا سنين يلا جتنا عود وكيفنا بيهن وبكل جرعه، انه مصاريف ما نروحها ورده ماكو، زين رواتب للرعايه ماكو، ليش احنا بلد متروس تنفط ومتروس خيرات، يعني ما الى راتب المعوق، نروح مدري كم مره قدمنا يذبوا الفايل مالتنا، لما نزل سنه اروح له وقال ما طلع لكم، يعني شنو؟ اكو هيك يعني دولة؟ ماكو هيك دولة، ترى هذا ظلم والله ظلم. علاجها فما جاي يعني نساعد عليها، يعني هم المادة مادة يعني هسه نجيبها قوة نجيبها للطبيب، والله ذاك الخميس ما جبت حقيقة، يعني هم تريد كراوي وتريد مصاريف وتريد طبلة وهاي ما جاي، نطالب نريد يعني علاجها يوفروه دائما، يريدون مثل يسوون لنا مثل دفتر يعني هو نمشي عليه ونجي عليه، ما نظل يومية مسوين طبلة يومية جايين رايح، هسه كل ما نطب نسوي طبله ونطلع بخمسه، زين ما عندنا هذا التوفر، احنا اصلا يعني تعبانين وضعيتنا. اطباء اختصاص يضعون اللوم على الجهات ذات العلاقه بتوفير ما يلزم من الادويه بوقتها المناسب، كون تاخيرها يتسبب بتفاقم حاله الطفل للأسوأ، داعين ذوو المرضى بالالتزام بوقت جرعات وعدم تاخيرها. احنا عندنا هذول الامراض، المرضى المصابين بالامراض نادرة لا يأخذون علاج أنزيمي في مستشفانا، يتم توفير العلاج من خلال إجراء مناقلة من مراكز نقل العلاج في بغداد. حقيقة هو العلاج الأنزيمي مكلف جدا، لكن وزارة الصحة العراقية متكفلة يعني بتوفير هذا العلاج لهذا المرض. بعض الأحيان يعني لعله يصير ممكن، يعني هو مستمر كل 3 أشهر نسوي مناقلة من مراكز نقل العلاج. بعض الانزيمات ممكن احنا عندنا لين اكثر من مرض فاكثر من علاج انزيمي موجود، بعض الاحيان ممكن يصير التجهيز منك، يعني ممكن تكون شحه يصير لفتره ايام بعدين يتم توفير هذا العلاج. نقص العلاج وعجز الدولة المستمر يضع المواطن في مأزق طيلة حياته لمعاناته في ظل رعاية الدولة المنقطع. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.